السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو كنت شغلة كتير مهمة اللي راح نحكيها اليوم عن انه اذا بتضرب السيارة وبتهرب، يعني اللي بسموها فارة فلوشت، يعني مثل ما كانوا هون انه فيك تضرب السيارة او بتجرح السيارة وبتهرب، وشو هي العقوبات تبعتها. اول شي راح نرجع الصورة اللي هون، لان احنا على طول بنشوفها بالسيارات مثل ما كاتبين هون فار فلوشت شون اي كراتسا ان دير شتوستانجه كان سو اين شترافه فورن. هذا سائق قربان، يعني عمل يعني مثل احط او كراتسي بسموه بالشتوستانجه هون بالصدام الوراني الخلفي، وبعدين راح تجي مخالفه. هلا هون القانون كاتبي لك انه انت اذا صار معك هيك شيء عم تعمل بالبارك مثلا صف السيارة، او مثلا باي مكان هي سيارة موجودة وانت حركت سيارتك ضربت سيارة اللي امامك مثلا وعملت فيها حتى لو خدش بسيط، لازم توقف تنتظر. توقف تنتظر طبعا حسب الوقت اللي انت موجود فيه، حسب ضرر. إذا كان ضرر كبير لازم توقف تتصل بالبوليس، وغالبا لازم تتصل بالبوليس. طبعا الشيء الثاني كمان إنه في حال بدك تمشي لازم تحط عنوانك رقم تلفونك على السيارة اللي انت ضربتها. طبعا هذا الشيء في حال ما في ضرر كبير، أما إذا في ضرر كبير مثل ما كاتبين هلا هون إنه الأفضل إنه تبقى لحتى يجي البوليس لعندك. للإضافة مثل ما كاتبين هون القانون إنه في حال إنه أنت ضربت وهربت، حسب هذا القانون اللي هو رقم طبعا هون شرافة جيزيتس بوخ هو طبعا 142 رقم، إنه إذا ضربت وهربت بغض النظر إنه أنت ضربت ضربة صغيرة ولا كبير وحدا لاحظك وشافك وهربت طبعا، فأنت غالبا راح يصير عندك مخالفة سحب شهادة، أو بده يكون عندك حسب طبعا هو الضرر الموجود. هو بكل الأحوال ما في شيء اسمه هروب، يعني غير مسموح فيه الهروب أبدا، لازم تخبر صاحب السيارة تنتظره أو تتصل بوليس أو تحط رقم تلفونك، وبكل الأحوال لازم تخبر قبل ما تمشي. هلا راح نشوف العقوبات اللي راح انت تواجهها في حال ضربت وهربت. كاتبين هون حسب القانون انه انت في حال انت ضربت سيارة ضربت اي شيء وهربت، معناتها انت ارتكبت جريمة جنائية. جريمة جنائية يعني هي منا جريمة او بسموها جنحة، انت ارتكبت جريمة جنائية تتعاقب عليها بالسجن، طبعا مو بس بالغرامة بالسجن كمان، لانه هي اسمها جريمة جنائية يلي بسموها هي طبعا هي فراي هايت الشرافة. كمان عندك بس تراي ياري هاي سجن طبعا، أو بجي قلد الشرافة. هي عادة بجي قلد الشرافة ممكن يصير عليه نقطة، بس انت في حال كان ضرر كبير راح يصير عليها جريمة جنائية انه انت ارتكبت جرم وهربت. فالأمر كتير يعني لازم تنتبهوا عليه، كتير كتير مهم الموضوع، مهم كتير، ولا تتهاونوا فيه يعني بالناقص بلا ساعة وبلا ساعتين، المهم تكون الأمور عندك تمام. هلا قديش مدة الانتظار انت راح تستناها؟ هون عمل لك انجيميسن تايت، يعني وقت مقبول معقول ديزي بارتي موسن تيز هينت ايما او شتاتيون. الشيء بتعلق حسب الحالة اللي انت موجود فيها، شو هي الضربة، انت ضربت حدا، ضربت كذا سيارة، عمل حادث كبير مثلا، فممنوع تهرب. كل الأحوال لازم تخبرهم مثل ما كاتب لك، إنه تخبر حط البوليتساي بالنظم، يعني بسموه مثل ما بيقولوا يعني بالوضع الراهن، تخبرهم كل الأحوال لازم تخبرهم. هذا أفضل شيء لازم تسويه. هذا كان كل شيء اليوم، بتمنى لكم كل خير، لا تنسونا بالإعجاب فيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.